أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة أحوال الطقس تطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي. نبدأ ورقتنا الجوية إن شاء الله نهار اليوم، حنسافر بكم لصحراء الجزائر لهذه القمة الجد جميلة ورائعة كما سبق وذكرت لكم. إذا من الجزائر إن شاء الله هذه القمة، قمة أسكرام المتواجدة بتمنراس، لتعد أجمل إذا قمة في العالم لرؤية شروق وغروب شمس لمالا. ننصحكم أنكم تزوروا هذه المدينة الجد جميلة ورائعة من صحراء الجزائر وتستمتعوا بشروق وغروب الشمس. إذا مشاهدينا الكرام انتقلوا معرفة الوضعية المرتقبة. نقول بلي حتبقى وضعية جوية دون تغيير على سواحل الوسطى الشرقية والغربية، هذا حسب يعني صورة القمر الصناعي. أمطار إن شاء الله راح تكون في المواعيد على الولايات الشرقية الساحلية وبعض الولايات الداخلية من ناحية الشرقية، كذلك بعض الزوابر الرمليه تكون متمركزة بوسط الصحراء. لأكثر تفاصيل مشاهدينا الكرام انتقلوا نشوفوا ورقتنا الجوية إن شاء الله لنهار اليوم. إذا كما سبق وذكرنا زوابع رملية نشطة، لما تكون زوابع رملية نشطة نقول لكم عليكم تقليل السرعة، توخي الحيطة والحذر، لأنه هذه الزوابع رملية بطبيعة الحال راح تأثر على الرؤية الأفقية بوسط الصحراء عين صالح. نترقبوا أمطار إن شاء الله فعل خير، إن شاء الله راح ترجع الأمطار للمالا كما سبق وذكرنا والله أعلم ابتداء من الشهر الجاي إن شاء الله. إذا أمطار راح تكون متمركزة بالضبط على عنابة، طارف، سكيكدا، القالة. نترقبوا أمطار على قسنطينة، على العموم تتراوح من 4 ملم حتى 20 ملم محليا. تبقى سحب كثيفة دون فعالية على الولايات الساحلية الوسطى الشرقية كذلك. إذا سحب كثيفة، أجواء نوعا ما نقولوا عليها غائمة على الولايات الداخلية ولايات الهضاب العليا كذلك. سحب كثيفة، أجواء نوعا ما غائمة دون فعالية على غردية، زلفانة، بريانية، عم الصفا على العموم على غالبية الولايات الصحراوية. درجة حرارة إن شاء الله مشاهدينا الكرام تبقى درجة حرارة نقولوا عليها فصلية إن شاء الله. راح تنخفض كذلك درجة الحرارة على الولايات اللي شهدت درجات حرارة جد عالية، خاصة على وهران، على شلف سعيدة، غليزان. هنا درجة الحرارة على هذه الولايات راح تنخفض من 7 حتى 8 درجات مئوية، نسجلوا من 20 حتى 23 درجة على وهران، غانم نفس المقياس على شلف سعيدة، غليزان كذلك 20 درجة حتى 22 درجة مئوية على الجزائر بومرداس، تيبا، زازير، هلدا كذلك. ترتفع بمقياس درجة واحدة على عنابة، طارف، سكيكدا، القالة. نفس المقياس على أم البواقي، على قسنطينة، على البويرة، على عين دفلة، على ميلا كذلك. 21 درجة مئوية إن شاء الله سجلوها على البويرة. 18 درجة على سطيف، باتنا، على خنشلة. ترتفع بمقياس درجة واحدة على الجلفة، على الغواط، على تيارت كذلك. 23 درجة مئوية حتى 21 درجة مئوية على شمال الصحراء، 23 درجة مئوية بوسط الصحراء، 21 على تندوف، بن عباس، تابلبلة، حتى أدرار وتمنراس كذلك. نسجلوا مقياس 27 درجة مئوية على إليزي و 18 درجة إن شاء الله على جانت. حل البحر إن شاء الله مشاهدينا الكرام يهمو حل البحر لنهار اليوم للملاحة والصيد البحري. البحر راح يبقى مضطرب هايج خاصة على السواحل الغربية، قليل الاضطراب على السواحل الشرقية الوسطى حتى سواحل تنس دلس. اتجاهات الرياح إن شاء الله على السواحل الشرقية حتكون شمالية تماما، شمالية إن شاء الله غربية على سواحل عوانة جيجل، إلى شمالية شرقية على سواحل تنس دلس، تعاود ترجع بإذن الله شمالية غربية على سواحلنا الغربية، سواحل المرسى بالمهيدي. مشاهدينا الكرام هنا لحقنا الختام موعد النشرة الجوية لنهار اليوم، نختموها موعدكم الفلكي إن شاء الله لغروب الشمس، راح يكون على الساعة 5:32 دقيقة مساء. في الختام نقول لكم مشاهدينا الكرام لمزيد من المعلومات لفتوا نشرة الجوية ما عليكم غير تزوروا أكيد مواقع قناتنا لهي دائما في خدمتكم، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. دمتم أوفزاء القناة الوطنية تيفي. نترككم مع النشرة الدولية العالمية، لذلك الحين بقوا على خير، تهلاو فرحتكم. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل.